بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثالث في رمضان، يتم التسجيل يوم الجمعة من أجل تنزيل الدرس يوم الاثنين في الموعد المعتاد في درس التفسير. وهذا الدرس هو بديل عن درس التفسير، إن شاء الله درس التفسير يستمر بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا في العدد القرآني وفي مسألة 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. مقدمات بسيطة للإنسان اللي بيشاهد لأول مرة. أولا، في عام 1992 تم استكشاف نظام عددي في القرآن الكريم يشير إلى احتمال زوال إسرائيل من الأرض المقدسة عام 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. إذن 2022 ميلادي وافقها 1443 هجري. هذه مسألة. من عام 1992 إلى اليوم هناك أشياء جديدة تستجد، ولذلك نحن نحاول أن في رمضان بالذات أن نعرف أكثر في مسألة العدد المتعلق بالعام 2022 ميلادي. مثل هذه النبوءة يبدو أنها رحمة من جهة كون الأحداث المعاصرة ممكن تجعل الكثير من الناس في حالة يأس من المستقبل، ولكن مثل هذه النبوءة التي نحاول تحليلها تعطي الأمل، وفي نفس الوقت ممكن يكون الثمرة التي يمكن أن تتحصل في عام 2022 ميلادي أضخم من مسألة زوال إسرائيل، وعلى ما يبدو أنها بداية عالمية الإسلام، وأن المسلمين أصبحوا قادرين على أن يحلوا الإشكالات، ثم يكون لهم بعد عالمي، ويبدو أن الإسلام سيكون له انتشار هائل في حال حصول مثل هذه النتائج المتوقعة من خلال هذه النبوءة التي تم تحليلها. نقصد طبعا نبوءة سورة الإسراء، وآتينا موسى الكتاب ثم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، مشهورة هذه الآيات. سبق أنه يوجد على أو في قناة إسلام نون على اليوتيوب يوجد محاضرات بعنوان نظرات في سورة الإسراء أو في فواتح سورة الإسراء، 8 محاضرات، ثم المحاضرة التاسعة بعنوان وعد الآخرة. هذا لمن يريد أن يعني يتعرف ابتداء على التفسير، ثم يأتي موضوع التحليل المتعلق بالعام 2022 ميلادي. كون الله سبحانه وتعالى ينزل نبوءة قبل أكثر من 1400 سنة نكتشف أنها تتعلق بواقع المسلمين اليوم، هذا يدل على ضخامة التحدي في مثل هذه الأيام أو في هذا العصر، وأيضا يدل على أن الإسلام ستكون هذه التحديات هي التي تصنع المسلمين صناعة جديدة نحو بعد عالمي جديد من أجل البشرية التي ضاعت وتاهت نتيجة تخلف المسلمين ونوم المسلمين اللي بيحملوا رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشرية. طيب الآن نبدأ في بعد تعريف أيضا بمسألة الميزان 456 والتعريف بحساب الجمل. باختصار، العرب قبل الإسلام هم أول من وضع الأبجدية. بعض العلماء يقول هي ظهرت في أرض في بلاد الرافدين العراق أو في بلاد الشام بشكل عام، أو يعني بين العراق وبلاد الشام قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة أكثر ظهرت الأبجدية التي هي من اختراع العرب، وباقي اللغات قلدت
العرب في مسألة الأبجدية وأنه بإمكاننا أن نرمز أو أن نكتب اللغة برموز قليلة. في العربية كانت الأبجد هو 28 رمز على اعتبار أنه لا تفريق في أبجد هوز بين الهمزة والألف. الآن الذين وضعوا هذا الاختراع الهائل يعد كما قلنا هو اختراع ضخم على اعتبار أنه أدى إلى تحول هائل في استطاعة البشر أن يدونوا اللغات برموز قليلة. يبدو اللي وضع هذه الأبجدية وضع قيمة عددية لكل حرف من الحروف ضمن نظام معين. هذا النظام مثلا ألف واحد الباء اثنين إلى آخره. المهم الآن سوف نستخدم حساب الجمل. فمثلا عماد أي عماد العين 70 والميم 40 والألف واحد والدال 4 والمجموع 115 هذا جمل عماد. الآن جمل عماد يعني مجموع قيم الحروف اللي تكون منها هذا الاسم. الآن ثم موضوع نيجي لمسألة الميزان 456. ركز يا عماد على اللوحة. هذا العدد تم استكشافه من القرآن الكريم وتم شرح كيف تم استكشافه في محاضرة سابقة تحت عنوان الميزان 456 بحوث في العدد القرآني. هذه المحاضرة استمرت ساعتين إلا ربع تبين كيف تم استكشاف العدد 456 من القرآن الكريم. هذا 456 وهذا جمله 456 ألف جمل جمل 456 القيمة 1548. إذن وأنا في كل الدروس بدينا نلون الميزان 456 هذا يسمى الميزان. طب كيف ماذا نقصد بالميزان؟ هو راح يكون في تطبيقات إن شاء الله. وجيد أنهم لاحظوا أنه التطبيقات كثرت في موضوع الميزان 456 وجمله 456 كثرت إلى درجة أنه يعني أصبح موضوع الميزان موضوع أساسي في كل البحوث. طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى خليك عندي هون يا عماد في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية واحدة تتعلق بحادثة الإسراء وسميت السورة الإسراء دليل على أهمية هذه الحادثة وأن السورة في حديثها في مسائل مختلفة تنتمي إلى مسألة الإسراء بشكل كبير. الآن آية واحدة ثم العجيب أنه يتم الدخول في مسألة اليهود. الآية الثانية وآتينا موسى الكتاب. آتينا موسى الكتاب ما علاقة موسى؟ لم يكن هناك يهود في مكة ولم يكن يهود في المدينة ولم يكن يهود في القدس. فبالتالي آية واحدة حول الإسراء ثم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والغريب أنه تحدث القرآن عن المرة الأولى قال فإذا جاء وعد أولاهما ثم في المرة الثانية قال فإذا جاء وعد الآخرة دليل على أن المرة الثانية هي الأخيرة. والعجيب أنه هذا التعبير فإذا جاء وعد الآخرة تكرر في السورة مرتين في بداية السورة في نهايتها وهذا يدل على انتماء السورة في مواضيعها المختلفة لمسألة وعد الآخرة وهو الإفساد الثاني لليهود في فلسطين المقصود في هذا وزواله. ونحن في هذه المحاضرات بشكل عام نحلل تحليل رياضي في مسألة زوال إسرائيل. الآن وآتينا موسى آتينا هذه الكلمة ترتيبها 22 في السورة وآتينا موسى 23 الكتاب 24. نستمر في جمع
التراتيب من عند بداية النبوءة، وآتينا موسى 22 23 24 25 حتى نصل فإذا جاء وعد الآخرة، وراح نلاحظ أن الآخرة هي الكلمة 494، إذا مجموع من 2 ل 94 من 22 عفوا مجموع من 22 إلى 94 بدنا نشوف إيش هذا المجموع. هذا هذه قضية على فكرة طرحها أخ كريم، يعني له اهتمام بالعدد على فكرة، وسبق له يعني أنه كان في له كم لفتة جيدة، وهذا يعني نقصد نشجع الناس أنه حتى الناس الإنسان اللي بيكون عنده فكرة يبدو له بسيطة. نحن في نظرنا في المسائل والخلفية الموجودة عندنا ممكن نستكشف أمور، لذلك هو طرح موضوع مسألة الترتيب خطرت في باله، ترتيب لعند وعد الآخرة، فإذا اللي هي المرة الثانية هاي الإفسادة هاي والزوالة، فإذا جاء وعد الآخرة. ركز على اللوحة يا عماد. إذا وآتينا هاي الكلمة 22 لعند الآخرة الكلمة إيش؟ 94. المجموع هذا 4234. الآن بدنا نستخدم الميزان، شو حذفنا منه يا عماد؟ 456. شو كان الناتج؟ 3778. المفاجأة انه 3778 هو 2022 ميلادي 1443 هجري، هذا جمل هجري وهذا جمل ميلادي، 2022 ميلادي 1443 هجري. جميل. الآن حتى لا يكون هناك لاحظ عرفنا هذا وصلت هذا التاريخ تذكره يا عماد؟ تاريخ العبري في 2022. طب الآن بدي أشوف ليش إحنا الآن أتينا بهذا. لاحظ شو هذا الرقم؟ مجموع التراتيب. عرفت ليش الآن جبت أنا التاريخ العبري في 2022؟ إذن التاريخ العبري في 2022 بكون في التاريخ العبري 5782 ناقص 456 شو أعطاني يا عماد؟ 4234. هو نفسه اللي هو الترتيب بعد الآخرة. أيوة. واللي هو 2022 ميلادي 1443 هجري. شوف الجمال. إذن علاقة التاريخ العبري في 2022 السنة العبرية في 2022 علاقتها بترتيب حتى وعد الآخرة هو الميزان جمل 456. جميل. طب شو رأيك نحذف من الميزان؟ وهذا طبعا الناس اللي عندهم خبرة سابقة بيقولوا نعرفه. نحذف الآن من التاريخ العبري 456 وجملها شو أعطاني يا عماد؟ نفس الرقم الأولاني 3778 اللي هو هذا. طبعا إشي طبيعي لأنه إحنا هون كنا حاذفين هاي 456 أضفنا إله. طيب فصار لاحظ إذن صار 2022 ميلادي 1443 هجري. طيب ممتاز. الآن جيب عندي هنا كنا سابقا في محاضرة سابقة أخذنا كلمة الأقصى يا عماد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى أخذنا كلمة الأقصى ترتيبها من بداية المصحف ومن نهايته، ترتيبها من نهاية المصحف، فكان ترتيبها من نهاية المصحف 41419، ترتيبها من بداية المصحف 35989. ثم أخذنا الفرق بينهم، فكان الفرق بينهم هو 5430، وشفنا العجب في موضوع 5430. احفظ الرقم منيح كمان اللي هو ترتيب كلمة الأقصى. طبعا ليش أخذنا الفارق؟ لأنه الأعداد ضخمة ونحن بدنا نتعامل مع عدد يعني نسبيا مش كبير، فكان 5430 ترتيب كلمة الأقصى الفرق. فالآن بدنا نطبق على كلمة الآخرة اللي قبل شوي أخذنا الترتيب لعندها. دقق عمدها
شوف الجمال الآن. طب الآن بدنا نطبق على كلمة فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة نطبق عليها نفس الشيء نفسه. على فكرة لما تقول نفس الشيء هذا غلط لغة، الأفضل شو تقول؟ الشيء نفسه. أنا دائما بغلط بس المهم للعلم. هون ترتيب كلمة، ركز هون، ركزت يا عماد؟ ترتيب كلمة الآخرة من بداية المصحف هذا، إذن 36072. الترتيب من نهاية المصحف 41336. إذن الكبير الآن 41336 ناقص 36072 شو أعطانا يا عماد؟ 5264. 5264. شوف المفاجأة، فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 2022. كيف؟ تمام؟ طيب شوف هون يا عماد، في فكرة انه نجرب كلمة الآخرة الثانية فيما بعد. فيما بعد لاحظ هنا 5000، شوف كيف كاتب آلاف أنا بدون ألف، هذه كما تكتب في المصحف في الرسم العثماني. نعم. و702، لأنه احنا دائما اثنان قلنا انه جيب عندي هون عساس بعض الأخوة التبس عليهم الأمر لما بناخذ دائما احنا جمل 2022 2022 بدون ألف في المصحف، في آية واحدة وارد فيها اثنان مش اثنين، اثنان. فاحنا لما بدنا ناخذ جمل 2022 فبدنا ناخذ وفق ما بيرسم المصحف. نعم. الان كلمه اثنان وارده في المصحف مع انها في ايه واحده على فكره. مثلا في روايه قالون وورش المصحف، لانه عثمان بن عفان وزع الكتابات كمان، هذه مساله ممكن اخوض فيها طويلا مش وقته. فاثنان في المصحف اللي يوافق رواية حفص مكتوب اثنان بألف، لكن وفق روايات أخرى لأنه له علاقة في القراءات مع أنه هي بتختلفش القراءة نفسها، اثنان دون ألف، دون ألف. وعلى فكرة كثير منقول بدون، وهذا قلنا عنه مش دقيق لغة، الأصل دون ألف. وخلص نضع، احنا وضعنا القواعد ابتداء والتزمناها. وفي ناس التبس عليهم موضوع للميلاد كثير سألوني، يعني احنا 2022 اخذناها مش برواية حفص؟ لا ملوش علاقة الرواية، الان كتابة، انه اخذنا كتابة المصحف يعني بغض النظر هي اخذنا مش تاعت حفص، اخذنا اللي دون الف. واي شيء بدنا نستخدمه اثنان فيه برضه بنظل مستمرين في القاعدة. وان اصلا النتائج ظهرت كلها وفق هذه القواعد. نعم. كل النتائج اللي بنتحدث فيها دائما كلها وفق هذه القواعد. وللميلاد فيش في القران للميلاد، لكن في ميعاد تشبه ميلاد كلمه ميعاد بالف. ولذلك ميلادي بنكتبها بالف، احنا بناخذ جملها. لكن لما دخل حرف الجر في الميعاد في القران الكريم حذفت الالف، فصار للميلاد اخذناها دون الف، عشان يفهموا بعض الناس ممكن يلتبس عليهم الامر. طيب الان نركز هون، هذه انا كاتبها كما هو المصحف. نعيد 5000، لاحظ كيف مكتوبه الاف في القران. اذا احنا بدنا ناخذ عشان نذكر الجمل تبع الفرق، لا لترتيب، لا الان بدنا ناخذ جمل السنه العبريه في 2022 5782. ايوه 5782. تمام. 5700. احنا 100 على فكرة برضو الهمزة كيف ما كانت الهمزة عندنا في قواعد الجمل اللي احنا ملتزمينها في كل البحوث دائما قيمتها واحد، وفي تفصيل ليش احنا بغض النظر كيف رسمت، على واو على ياء على الف منفردة جملها دائما واحد. واثنان وثمانون يعني 5782،
شوف ثمانون كيف مكتوبة وفي كتابة المصحف على فكرة. بدون ألف. شو أعطاني عماد؟ 2261. شوف الجمال. فلسطين 2022. شو هذا؟ طيب. طب الآن بدي تلاحظ ما يلي. سبق قلنا إنه هذا عدد حروف. هذا عدد حروف. الكتمة شوف ليش إحنا جبنا هذا ردينا كررنا. هذا عدد حروف سورة الإسراء. وسبق عملنا تطبيقات مختلفة. بدنا نعامله الآن بالميزان 456. شو أعطاني عماد؟ 5017. وهذا سبق تحدثنا فيه. 5017 اللي هو فتح بيت المقدس 2022 للميلاد 1443 للهجرة. ومعروف انه 2022 توافق 1443. تمام؟ شوف الجمال يا عماد. الكيت ناقص ايش؟ لاحظ شو عملت الآن. هذا أدخلنا إشي جديد الآن. نقصنا منه الميزان 456 و456 الجمل يعني، والفرق بينهم. هذا الفرق بين 456 و 400 عفوا 456 و 456. هذا الفرق بين 1548 و 456 هو ايش؟ 1092. شوف شو طلع يا عماد، اقرا 3469. شو هذا؟ هذا لاحظ الجمال. 1443 1443 جمالها يعني هجري. طب شوف الآن الجمال كمان. الآن الحروف نفسها سورة الإسراء بدي أقيم منها جمل 400. لاحظ اختفى الآن 456، وإنما بقيم جمل 456 ومجموع 456 و456. مجموع ال 456 زائد 1548 هو 2004. ثم الفرق، الفرق بينهم شوف شو طلع 1921. ايوه هذا الان بيعرفوش شو هو، بس بدي اخره شوي يعني. هيني كاتبه هون بالاحمر هيك مشان ما ينسوهوش. طب كمان شو في احتمالات. هاي حروف سورة الاسراء ناقص 456 456 والفرق بينهم ومجموعهم ما اخذناها كلها. تمام؟ لا شو 1405. هذا نقصنا من شو اعطاني يا عماد؟ 1465. جيب علي هون. راح يبين معنا قبل بعد شوي انه هذا 1921 يا عماد هو له علاقة بخمس كلمات الميزان في القرآن الكريم. لأنه كلمات الميزان في القرآن في أحيانا وردت بمعنى الميزان، هذا الآلة، لذلك ورد معها المكيال والميزان أو الكيل اللي هي الآلة. مش الآلة، لا، بدنا الآن نتكلم في قضية الميزان اللي هو فيه استقامة وتعديل والآخره وتوازن وهالمسائل هاي كلها. في خمسة ما لها علاقة بالأداة اللي هي المكيال الميزان. في عندي الكيل وفي عندي الوزن. أداة الوزن اسمها ميزان، تمام، وأداة الكيل مكيال. فهون بدي أنسى الميزان اللي هو له علاقة بالمكيال برضو، وأخذ الميزان. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان هذه كلام طويل، فيه ضوابط وفيه توازن في الأحكام وفيه 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 وفيه. تمام؟ أخذت الخمسة هدول. راح يكتشفوا بعد شوي إنه 1921 إلها علاقة بالميزان، بالخمس كلمات هدول اللي وردوا في القرآن 1921. ونفس الشيء 1465. شو هو 1465؟ الآن برد عيد نرجع بعد ما يعرفوا إيش. لاحظ يا عماد، الآية اللي ترتيبها في المصحف 456، يعني بتحذف من 456 سبعة الفاتحة و286 البقرة، بضل الآية 163 آل عمران. 286 البقرة مش هيك قلنا؟ سبعة و286 بحذف من 456، شو بيبقى؟ 163 من سورة آل عمران. هذه الآية ترتيبها في المصحف إذن 456، وعليها دراسات.
بس بدي يعرفوا شغلة واحدة الآن، مسألة واحدة، إنه جمل هذه الآية جملها 1465 اللي هو هذا. لذلك نرجع نبين كمان مرة. إذن لما أخذنا الحروف سورة الإسراء ونقصنا منها 456 و 456 و 456 المجموع والفرق أعطاني هذا اللي راح نبينه بعد شوي، له علاقة بخمس كلمات الميزان في القرآن الكريم. طيب، وحروف السورة ناقص 456 و 456 والفرق بينهم ومجموعهم، شو طلع معي يا عماد؟ 1465. وهذا جمل الآية 456، نسميها جمل آية الميزان، رقم الميزان. أيوة، جمل الآية اللي ترتيبها في المصحف 456. شوف الجمال. طب لاحظ الآن شو صار لما تأخذ الآية، تأخذ جمل الآية مع رقم الآية مع جمل رقم الآية، بده تعطيك هذا اللي قبل شوي طلع معنا اللي هو 1443 1443 هجري، يعني الموافق ل 2022. تمام. ثم شوف الجمال الآن، 1465 هذا هو جمل الآية 456 في ترتيب المصحف. لاحظ لما يضاف إلها ترتيبها 456 شو بكون عندنا؟ 1921. هذه كلمات الميزان يا عماد، هذه كلمة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. تمام؟ شو ترتيبها؟ لاحظ لاحظ 17. بده ينتبهوا انه راح اخذ انا 17 وجمل الشورى ورقم السورة في المصحف اللي هو كم؟ رقم الآية. هي لا، الشورى يا عماد في المصحف ترتيبها 42. طب انت 17 اخذت الآية. انه بالعكس الترتيب مرات بيكون عندنا دائما بنحط لا. رقم السورة لا، هذه الآية وهذه السورة هذه رقم السورة وهذا رقم السورة. طيب. نفس الشيء الشيء والسماء رفعها ووضع الميزان، باخذ 7 الآية والرحمن باخذ جملها وخمس وخمسين ترتيبها، وبرد أكرر هون ألا تطغوا في الميزان 8 وجمل الرحمن وخمس وخمسين ترتيبها، باخذهم كلهم بجمع. وشو كمان بجمع؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، بجمع 9 زائد جمل الرحمن زائد ترتيب سورة الرحمن. بعدين آخر شيء الحديد على فكرة اللي هي الآية الميزان اللي طلع فيها الميزان، لاحظ انها هي آخر واحدة. ليش اعتبرت الرابعة مش الأداة؟ لا لا، ما تشوف ولا تخسر الميزان، ما هي من أول هايها، ما هي نفسها مرتبطة الآية ببعضها يا عماد في الرحمن. والسماء رفعها ووضع الميزان، ولا بدك تكيل السماء بالمكيال، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، ما هي نفس الآية. نعم. الآية نفسها، الآيات نفسها يعني ورا بعض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان، اللي هي طلعت معنا الميزان 456 تذكر. والجميل إنها هي آخر واحدة، فبأخذ آخر شيء إذن 25 جمل الحديد 57، هاي أخذت المجموع المجميع هاي كلها، وهاي هاي كمان جمل السور. شو كان طلع معي؟ طلع معي 1921 1921. جيب عندي هون لاحظ انه احنا امام عالم يكتشف جديد يا عماد، واشياء عجيبة. وقلنا انه بننصح الناس اللي عندهم قدرات يعني في هذه المسألة انه يدرسوا ايش اللي عم بصير. وهون بدي انصح الناس انه الغالبية العظمى من الناس يا عماد مش متعودة على هاي كثرة الارقام بهذه الطريقة، فانا بدي انصحهم بمسألة واحدة، انه هو لما بيحضر او معناته راح يصيروا مسألتين، لما بيحضر يظل متابع، يعني يقرر انا لما بدي اجلس بدي اتابع من البدايه للنهايه، بصيرش اني انه يزيح او يغفل شوي. هاي واحد. اثنين، فقط ياخذ الانطباع، لانه في ناس بتصور انه في اخر الدرس مش حافظ اشي. لا، هذا اللي بده يكون عارف، هذا بده يدرس دراسه. كيف بدرس للامتحان؟ هذيك بدرسها دراسة. احنا الان بدنا من الناس مش قضية يدرسوا،
احنا ابتداء ياخذوا الانطباع انه شو اللي شايف امامك انت؟ في نظم بيصدف هالنظم. وبعدين احنا بنتكلم من سنة 1992، شوف قديش البحوث. فالان اذا هو يفكر انه هذا ممكن يصدف، ياخذ الانطباع بس. فكل ما اعطيناه معلومة ياخذ الانطباع، مش بالضرورة هو في النهاية يكون ايش؟ متذكر لكل شيء، لكن هو بيكون متذكر اشي انه في نظم واضح انه لا يمكن ان تكون صدفة. فالان بدي اذكر باشي ذكرته، بدي امشي على وجه السرعة فيه. لانه لما يجي يقولوا لي، دقق معي يا عماد، لما يجي يقولوا لي انه هذه 5782 عبري اللي هي 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري، انه لما اخذنا جملها اخذنا جملها اللي هو 5782 يطلع فلسطين 2022، مشان يدركوا انه مش صدفة بدنا نخليهم يشوفوا انه احنا اصلا ماخذين سابقا جمل 2022 وجمل 1443، ويقولوا لي لما شو احتمال الصدف، احنا ماخذين جمل اذا هاي 3 سنوات اللي السنة العبرية في 2022 و 2022 و 1443. فالان بدي امر مرور سريع على جمل 2022، مع انه مش كله هذا، هذا بدي اعطي بس مشان يعرفوا انه مسألة الصدفة مش وارد في شيء، في من يسيطر على الكون وعلى كل صغيرة وكبيرة حتى الاعداد، تمام؟ كله. الان لاحظ يا عماد، 2022 ميلادي شو تساوي؟ 1496. ايوه، شوف الجمال شهي، فتح بيت المقدس المسجد الاقصى. شو احتمال الصدفه انه يكون 2022 ميلادي بيعطيني فتح بيت المقدس المسجد الاقصى؟ طيب ممتاز، خليني ارجع يا عماد بدون كلمه ميلادي واشوف علاقته ب 1443. شوف هون، دقق يا عماد، 2022 زائد 1443 شو اعطاني؟ 3209. شوف شو هو، مسألتين الان بدي اعطي، مع انه ممكن اعطي اكثر. 1187 فتح صلاح الدين، وايش؟ والفتح الاخير، و 2022. ثم لما بخصم منه الميزان 456 الجمل، يعني انتبهت يا عماد؟ لاحظ شو اعطاني؟ 1600 ايش؟ 61. لاحظ شو هو؟ 1443 هجري. الآن بدي أضيف ل 2022 كلمة ميلادي، وبالتالي ل 1443 شو أضيف؟ هجري. شوف شو أعطاني يا عماد؟ 3522. شو هو هذا؟ لاحظ، فتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى 2022. شو هو كمان يا عماد؟ هو نفسه العدد نفسه هذا، هو فتح بيت المقدس المسجد الأقصى 1443 هجري. العجيب هي اللي قبلها، فتح الأرض المقدسة، انتبه الآن، فتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى وجمل 2022 أعطاني الرقم 3522، وإذا به هو نفسه فتح بيت المقدس المسجد الأقصى 1443 هجري. لاحظ. طيب الآن بدنا نضيف يا عماد 2022 للميلاد مشان ما يكونش فيه مصادفات، وبالتالي 1443 ايش؟ للهجرة. اعطاني 3626. لاحظ شو هو، فتح الارض المباركة 1443. وبدي تلاحظ ملاحظة يا عماد، شايف هاي؟ شو هي هاي؟ 2022 لا ميلاد. لا 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 لا، هاي فتح الأرض المباركة. نعم. وهاي إيش؟ فتح بيت المقدس. وهاي إيش؟ فتح الأرض المقدسة. إذن العبارات الثلاثة اللي بنستخدمها في كل البحوث، فتح الأرض المقدسة، فتح بيت المقدس، فتح الأرض المباركة، كلها وين وجدت؟ في جمل 2022 و 1443. فأنا مريت مرور سريع وما فصلتش، لأن هذا سبق كان في بعض، بس 1818 هي سريعة واضحة، هي 2022 للميلاد وللهجرة، كأنه بده يقول لك التاريخ بالميلاد وبالهجرة.
طيب شوف يا عماد، الآن بدنا نبدأ قضية جديدة. قضية جديدة، وهذه بتأكد صدقية الميزان. هاي 2022 شو أضفنا له يا عماد؟ الميزان 456. شو أعطاني؟ 2478 الذي هو المسجد الأقصى 2022 ميلادي. طب شو هو كمان؟ المسجد الأقصى 27/7/583 هجري، فتح صلاح الدين يعني 1187 ميلادي، ما هو كان وقتها. شو أعطاني؟ 2478 2478 وهو أيضا، شوف كلمة وهو أيضا، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 27 رجب، هناك شو كنا قايلين؟ 27/7 ما هو رجب السابع 583. شو أعطاني؟ 2478. الآن شوف يا عماد، ال 2022 شو بدي اضيف لها بعد ما اضفت لها 456؟ شو بدي اضيف لها؟ جمل 456. شوف شو اعطاني؟ 3570. شوف شو هو؟ المسجد الاقصى 1443 2022. شوف الجمال كيف اجى يعني موضوع الجمل. اذا برد اكرر، ايوه 2000 في البدايه، لاحظ في البدايه شو اضفنا؟ ال 456. شوف شو اعطى. طيب هلكت منضيف 456، شوف شو عطى. المسجد الأقصى 1443 2022. طيب لاحظ الآن، الآن هنا كنا ضايفين ال 456 يا عماد بدون ميلادي، لاحظ هون في ميلادي. طب تفضل، هاي الميلادي 2022 ميلادي 456 شو عطاني؟ 3165. شوف شو هو المسجد الأقصى 1187 2022 ميلادي، تمام؟ آخر فتحين. نعم. طب الآن هاي 2022 ميلادي، أنا هون كنت ضايف له يا عماد، هون كنت ضايف له ميلادي؟ لا. طب الآن بدي أضيف له ميلادي، بدي أضيف له ميلادي. هاي 2022 ميلادي زائد 456، وهي كمان شو هو؟ عجيب، كان لازم ألونه هذا، لازم ألونه هذا اللي هو جمل 456. طيب شو طلع؟ 4121. شوف شو هو 4121. شوف يا عماد، فلسطين 2022 للميلاد 1443 للهجرة. كيفك؟ طيب لاحظ الآن، شوف الجمال يا عماد، الآن مش 2022 ميلادي ولا 2022 لحالها، وإنما إيش؟ للميلاد 2022 للميلاد زائد إيش؟ 456. شو أعطاني؟ 2622. وهذا، هذا رح يلاحظوا إنه المسجد الأقصى فلسطين 2022، المسجد الأقصى فلسطين 2022، المسجد الأقصى فلسطين 2022. وعلى فكرة هذا هو ترتيب إيش يا عماد؟ ترتيب الآية 27 الحج في القرآن، و27 الحج في القرآن فيها إشي خارق في موضوع الميزان و456، هذا ترتيبها على فكرة. وهذه الآية 27 على فكرة إذا أضفت لها أنت، إذا أضفت لها 456 آية زائد 2022 آية، بتكون أنت موجود في الآية 25 الحديد اللي فيها الميزان 456 وفيها أشياء ضخمة. طيب الآن هلقيت 2022 و2022 شو كان ترتيبهم؟ حتى هذا كله بيأكد انه موضوع، يعني اذا اخذنا رقم واخذنا جمل، احنا بدي اخليهم يقتنعوا انه الجمل في حد ذاته فيه اشياء خارقة. شو اعطاني؟ 3423. ايوه لاحظ شو هو، فتح الارض المقدسة، المسجد الاقصى الذي باركنا فيه فلسطين، اعطى تعريف حوله. الذي باركنا حوله المسجد، اذا فتح الأرض المقدسة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين، تعريف كامل. شو أعطاني؟ 3423. يعني أعطاني 2022 2022 2022. طيب ما هو واجب عندي يا عماد، لاحظ لاحظ، لما قلنا 2022 ميلادي، عارف شو قال لي؟
فتح بيت المقدس المسجد الأقصى. ولما قلنا 2022 زائد 2022 ميلادي زائد عبدون ميلادي، كنت بنشوف ميلادي كمان شوي، 2022 زائد 2022 أجا قال لي فتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين. أنت شي خارق، فتح الأرض المقدسة لاحظ، المسجد الأقصى الذي بارك حوله فلسطين. طيب نروح هون الآن، بدنا نضيف لهذا الكلام إيش يا عماد؟ هون كن هون ضايفين إحنا ميلادي هون هون؟ لا. طب نلاحظ الآن بدنا نضيف هون 2022 2022 إيش يا عماد؟ ميلادي. شو عطى؟ 3518. طب شوف شو هو، فتح بيت المقدس المسجد الأقصى فلسطين 2022. حلو؟ طب شوف الآن، وسبق قلنا فتح بيت المقدس المسجد الأقصى شو أعطاني؟ 1496 اللي هو 2022 ميلادي، هاي قلناها يبدو مش فيش داعي لتكرارها. ها؟ طب الآن نطبق هذا الكلام هون نشوف على الهجري 1443 اللي هي الهجري زائد 456 و456 شو أعطاني يا عماد؟ 3447. عارف شو هو 3700؟ لاحظ شو هو، شوف الجمال، الأرض المباركة 2022 ميلادي مع أنه هي هجري. انتبهت؟ كمان مرة 1443 زائد الميزان وجمله، وإذا به الأرض المباركة 2022 إيش يا عماد؟ ميلادي. ميلادي. طيب طب هاي بدي أضيف، بدي أضيف، خليني هنا أقربهن من بعض. الآن بدي أضيف يا عماد لل 1443 أضيف لها إيش؟ جمل 456. جمل 456 شو أعطاني؟ 2991. شوف شو هو 2991، الأرض المباركة 1443 هجري، في حين هون شو أعطاني؟ الأرض المباركة 2022 ميلادي. شوف لما اضفنا ايش؟ اثنين، والان اضفنا واحد اللي هو الجمل. اذا الارض المباركة 1443 هجري. طيب شوف يا عماد، سبق قلنا انه 1443 هجري شو تساوي؟ 2117. لا لا لا، في اشي هون ناقص يا عماد، لانه اجمع انت عندك 8 و3 كم؟ 11. بس هون كيف بدها تصير 17؟ 6. ها؟ لا مش صح. انما هاي لازم يكون في هون، ها اجيب الكالكوليتر اشوف والله، وهي بدهاش كالكوليتر، واضحة الشغلة، بس يلا اعمل زائد 361. طيب ماشي ماشي ماشي. اذا هون لاحظ، اجمع عندك في الكالكوليتر كذا، 361 المسجد الاقصى زائد 1443 زائد 218 2022. لاحظ، اذا هذا بدنا نقيمها، لاحظ في غلط هون، 2022 يعني طلعت اجمل، يعني كاين يبدو مش، اذا ما فيش داعي الان افسرها لانها صارت مفسره. شو قلت الناس تصير كله، طب بتكبك ثاني مره يا شيخ تدير بالك، احنا مش فاضيين لك، مش فاضيين لك. بقولوا شو اللي بتشتغلوا انت؟ طيب خليها بعدين الحفظ، شو اللي بتشتغلوا انت؟ طيب حفظت، اذا نرد نعيد يا عماد ما ياخذوناش. لاحظ نشوف يا عماد، دقق معي.
المسجد الأقصى 1443 هجري شو بيعطينا؟ 2022. وهذا سبق تحدثنا فيه طويلا. طيب طب الآن نأخذ 1443 هجري ونضيف لها الميزان إيش؟ 456 ميزان. شو أعطاني يا عماد؟ 3209. شوف الجمال. طب شو جاب الآن الجمل؟ إحنا هون منقول 1443 هجري 1548 اللي هو جمل 456، وإذا بالنتيجة إيش؟ 2022 1443. كيفك؟ شو هو كمان؟ 1187 2022، فتحين صلاح الدين والأخير. طب الآن شوف يا عماد، شوف الاحتمال كمان 1443 الآن هجري منزيد لها 456 456، اللي مضى كان أشياء ثانية. تمام؟ شو أعطاني يا عماد؟ 3665 طلع قبل شوي معنا، اللي هو المسجد الأقصى 1187 2022 ميلادي. هذا طلع معنا في مرة سابقة على فكرة. هو هذا أيوه كان وقتها إيش أضفنا هذا لل لاحظ جمل الميزان ل 2022 ميلادي. الآن إذا بين لأنه هون أضفنا لإيش ل 1443 هجري أضفنا ل 456 456. الجميل إنه تكرر هون. طيب لاحظ الآن 2022 للميلاد 1443 للهجرة شو أعطاني يا عماد؟ 3882. ليش أنا جمعتهم هيك؟ مشان أنقص 456. في الأول كنت أنقص 450 أو 400 أو أضيف مع كل واحد فيهم لحال، الآن مجموعهم مع بعض شو أعطاني؟ 3426. إذن هذا المجموع اللي هو 2022 للميلاد 1443 للهجرة، هذا نقصنا من الميزان 450 أعطاني 3426. شو هو هذا؟ الأرض المباركة المسجد الأقصى فلسطين 2022 ميلادي. طب هون في جمل 2022 ميلادي يا عماد؟ هون ما فيش. أنت ملاحظ الجمال؟ طيب وطب شو رايك نفسه هذا الرقم بدل ما احذف انه 456 شو احذف منه؟ جملها شو اعطاني؟ 2334. شوف شو هو فتح صلاح الدين بالميلادي كان باثنين عشرة، هو فتح بيت المقدس 2/10/1187. طيب شو رايك نضيف الان ال 456؟ مش هون نقصنا؟ وهون نقصنا؟ بجوز كله. طب ليش ما بتضيفش يا شيخ انت؟ ليش ما بتضيفش يا شيخ؟ شوف هيو اللي هو مجموع برد مشان ما ينسهوش 2022 للميلاد 1443 للهجرة الان زائد ايش يا عماد؟ جمل 456. هذا الرقم تذكره؟ الفرق في ترتيب عندي هون اي طلع معنا 5430 وهو ترتيب كلمة الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لما اخذنا من نهاية المصحف كان ترتيبها كلمة الاقصى 41419، ومن بداية المصحف ترتيبها 35989، الفرق بينهن 5430. هيو رد طلع معنا، شوف الجمال، انتبهت؟ هذا يضاف للكلام اللي لما قلت اذكرها كان عن الاقصى مش كلمات الاخر. ايوه لما كنت تذكر ال 5430. طب شوف الان يا عماد الجمال، الان لهذا العدد اللي هو هيو قلنا بنرد نقول 2022 للميلاد زائد 1443 للهجره بشيك. الان شو بدنا نضيف؟ 456 456. طيب شو اعطاني هون؟ 5786. شوف الجمال، 15 فتح عمر بالهجري اللي هو 630 ايش ميلادي، و 583 فتح صلاح الدين بالهجري اللي هو بالميلادي كم؟ 1187. و 1443 شو بتكون في الميلادي؟ 2022. والمجموع كم؟ وهذا يفترض انه اجى في وقت من الاوقات معنا بطريقة مختلفة. طيب
2022 ميلادي 1443 هجري شو يساوي هون يا عماد؟ 3778 نضيف له 3778 برد أكرر شو هو؟ 2022 ميلادي 1443 هجري 3778 يضاف له 456 456 أعطانا التاريخ العبري وهذا يفترض أنه كان وارد سابقا بطريقة مختلفة. طيب شوف يا عماد الآن آخر شيء المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 15636 اللي هذول كل فتح عمر و583 و1187 فتح صلاح الدين اللي هو شو أعطانا؟ أعطانا الفتوحات الثلاث ميلادية 636 عمر 1187 صلاح الدين 2022. هذه بدها كمان إعادة مشان يستوعبوها. إنه المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 15 فتح عمر بالهجري 630 بالميلادي 583 بالهجري صلاح الدين 1187 شو أعطانا؟ 3845. إيش هو 3845؟ الفتوحات الثلاث 636 1187 2022. جيب عندي هنا عماد احنا فقط لا نريد ان نطيل وان شاء الله في التسجيل القادم يا عماد يعني في الاسبوع اللي احنا بننزل هذا يوم الاثنين ان شاء الله في الاثنين اللي بعده بكون في محاضرة ان شاء الله الاثنين اللي بعده بكون عيد ايضا محاضرة ثم نرجع الى دروس التفسير بس انت لما تيجي تنظر للبحوث بشكل عام اظن هذا بده يكون اليوم هو المحاضرة 12 او 13 في المحاضرة ايوه محاضرة العددية الخاصة اللي هي جديدة مش القديمة كمان اللي هي جديدة وانه لما بتيجي بتنظر انت في كل هذا المتجمع لديك لانه بعض الناس ممكن يدخل الان يكون اول مرة بشاهد مش رح ياخذ الانطباع مع انه هذا عجيب يعني كيف بيحصل هذه يعني هذه التوافقات واحنا رح نعطي التوافقات قدمة كيف بيحصل مثل هذه التوافقات وايش هذه الضخامة يعني القرآن والفاظ القرآن والتاريخ وحتى الاعداد هذا هناك سلطان كوني لله سبحانه وتعالى تسلط كوني على كل هذا فانت بتستغرب وفي المرة الماضية حتى انا لما تكلمت عن السنبرة على فكرة عن السنبرة في المرة الماضية لما رجعت للبيت درست اخرى فطلعت نتائج جديدة في السنبرة واثريته موضوع مسألة العبارة اللي استخدمناها سيهزم الجمع ويولون الدبر موجودة في التواريخ نفسها بطريقة عجيبة واثريته اسم مودود كمان موجود اسم مودود هذا اللي بيعرف الان محاضرة السنبرة والقائد مودود وسيهزم الجمع ويولون الدبر اشي عجيب يعني الان في عندي نتائج بس ما بقدر ادخلها الان ضمن سياقات اخرى ليش لانها لابد كانت تدخل ضمن سياقات الدرس الماضي فهي المفاجآت مستمرة وكثير من الناس كان ببعث بيقول لي انه طب انت يعني ممكن نعرف اسم اللي بده يحرر هون الاشكالية في الموضوع ايش نستفيد نحن من انه نعرف اسم المحرر اللي بده يحرر يعني او يقود المعارك اللي بده يقود ايش بنستفيد احنا من الكلام احنا بدنا النتائج والثمرة هذا المقصود نبعد موضوع الاشخاص واحتمالات انو مش انو حتى انا لو عرفت على فكرة بدي افترض يعني لو عرفت ما بقولش لاني بحرف البوصلة اتجاه الاشخاص والوثنيات هاي مين وبعدين ثم المحرر صحيح مرات بيكون قائد بعينه تمام ولكن بيكون التحرير ساهم في اعداد ضخمة من البشر واحداث والى اخره مش قضية هي فنبعد عن هذا الكلام واليوم على فكرة برضو جيد اني هون الفت الانتباه لمسألة اليوم يكثر الكلام عن المهدي وزمن المهدي ولا انا لا اعتقد انه هذا الان وقته بمعنى وسبق لفت الانتباه وركزت ما يلي انه احنا ملاحظين اخر خلافة كما ورد في الحديث الصحيح يا ابن حوالة لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له يا ابن حوالة اذا رأيت الخلافة قد نزلت ارض المقدسة
مشيك فقد اقتربت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وضع إيده الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. آخر خلافة تكون في القدس، ويكون واضح من خلال دراسة الأحاديث بعضها مع بعض أنه المهدي. إذن المهدي آخر خلافة تكون مش بس هيك، دقق معي، مش بس هيك، ويكون أوج. شو يعني أوج؟ في ناس بيفهموا أنه المهدي مخلص، أنه المهدي يملأ الأرض عدل كما ملئت قبله. إيش؟ يعني ظلم. بس هم مش منتبهين أنه تقوم خلافة إسلامية، تقوم خلافة إسلامية، بس الخلافة الإسلامية اللي بدها تقوم ممكن تكون في مجموعة من البلاد، مثلا في بلاد الشام فرضا، مصر فرضا، إلى آخره، مش هيك؟ تقوم، ولكن يبقى في الأرض ظلم، بيبقى في الأرض ظلم. يأتي المهدي يملأ الأرض، ولو حتى بالفكرة مش بس بالقوة، يعني السيطرة. هو أصلا الناس ليش بتسلم له؟ هو الناس بتسلم له لأنه يصبح برهان أمام البشرية، فهو ممكن تفتح البلاد بالإسلام أصلا ويملأ الأرض. يعني كون الخلافة موجودة في مساحة من الأرض، في ناس تصوروا أنه لا يمكن أن تقوم الخلافة، وهذا مش هذا فهم عجيب، لا يمكن أن تقوم الخلافة الراشدة إلا المهدي. ليش؟ هي تقوم في أجزاء من بلاد المسلمين، ولكن المهدي إيش؟ نوره يعم، ومش قوته العسكرية، نوره يعم بالدرجة الأولى، لأنه هو براهين بده يقدمها، وبصير في علامات. ثم المهدي لا يعرف أصلا إلا بعد ما يحصل الخسف في الجيش، كما ورد في الأحاديث، في الحديث الصحيح، الخسف اللي في اتجاه المدينة. هو ذهب من أجل المهدي اللي بيلجأ للكعبة، تمام؟ وهو المهدي ما بكون عارف أصلا، هو ما بكون عارف أنه هو المهدي. لكن نحن ملاحظين أنه زحف الدجال، زحف الدجال الشرقي الآتي من الشرق، واللي واضح أنه يقود عامة أتباعه أنهم من اليهود، وأنه يهود أصفهان لحالها 70,000 عليهم الطيالسة. طب ليش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الطيالسة؟ يعني بمعنى آخر أنه بيلبسوا الشال الديني، هذا معناته الدعوة دينية. طب شو هي الدعوة الدينية اللي بدها تؤدي إلى مجيء اليهود مع الدجال إلى فلسطين؟ لو كانوا اليهود موجودين في فلسطين، في عهد موجودين في فلسطين، ليش يزحف الدجال وعامة أتباعه من اليهود؟ هو في محاولة استرجاع المرة الثالثة، والقرآن قال أولى وآخرة، يعني أولى وأخيرة، فيش ثالثة. ولذلك بمجرد ما يتواجدوا في فلسطين يزولوا، يزولوا يعني بمعنى آخر لا تقوم لهم دولة ولا تكون لهم صولة. بالتالي أنا في تصوري مش المهدي إطلاقا هو الذي يزيل دولة إسرائيل. وأنا بقول دولة إسرائيل لأنه في فرق بين اليهود ودولة إسرائيل، احنا نتكلم عن كيان إسرائيل الآن، هو الذي يزول، تمام؟ الآن إذا ليس المهدي ولا في أي حديث أصلا يقول أنه هو اللي بيزيل الكيان هذا إطلاقا، ما فيش. طب ليش في آخر عهده اليهود بيجوا؟ يعني هو أخرجهم وبعدين في آخر عهده بعد 7 سنين أو 9 بيحاولوا يرجعوا؟ لا، بيكون هو خرجوا من فلسطين وغابوا في الشرق، لأنه مش رح يروحوا غرب، هم ما هو الغرب عم بيغرب أصلا، هو غالبا النهضة عم بتكون شرقية الآن. فهم وهم من 1990 اليهود بيحاولوا يعملوا تحالفات في الشرق، بروحوا شرق اليهود، بروحوا شرق، ثم بيظل عندهم الدعوة انهم يرجعوا لأرض الميعاد كما بيزعموا، بيرجعوا. فبيكون الدجال آخر قائد لهم في محاولة ثالثة، وممنوع الثالثة، ممنوع انها تنجح الثالثة، وانا عدتم عدنا على طول. فبالتالي ما يظلهمش يقولوا انه المهدي بده يحرر فلسطين، لا، ما هوش المهدي اللي بده يحرر فلسطين، ولا في اي اشارة على هالكلام. ونازلين لي في بعض الناس الخرافيين واللي بتعاملوا بالأوهام، على فكرة قاعدين بمنوا الناس بطريقة عجيبة، وهذا الشيء اللي كنا نلاحظه عبر العصور كلها. ادعاءات المهدي هاي والمهدية كل يوم بطلع ملطوش، واليوم اليوم في كثير ملطيش على فكرة، ملطي واحد في اليمن موجود بقول لك أنا مهدي، واحد هون وواحد هون وواحد هون، كله مهدي، كله مهدي. ومن معلوم أن المهدي لا يدعي المهدية أصلا، المهدي بيقولوا له أنت، بقول لهم أبدا، بلزموا إلزام نتيجة علامات معينة، ولا هو أصلا لا يريدها
وهو اصلا ينفي انه هو. هذول بيدعوا وبيلاقوا على فكره بيلاقوا ناس، عندك ملايين الناس. قديش في ناس بيحبوا هيك يلتهوا في الاوهام والمهدي. مش القضيه قضيه المهدي، اللي جاي عندكم حكم الاسلام وانتشار الاسلام، حكم الاسلام وانتشار الاسلام. الاسلام هو اللي بده يحكم، الاسلام بيحكم النفوس اولا ثم بيحكم الارض. ولكن في زمن المهدي يعم، حتى لو ما سيطرش عسكريا في مناطق هو، لان الناس بتسلم له فبصير مساحات اوسع، برضه يكون له هدايته خصوصا في العالم الغربي. يعني ايش ولا معنى تفتح روما بدون سلاح؟ هي معناته تفتح بالفكره وايمان الناس. واليوم وسائل الاتصال لما بيشوفوا العجب، لما بيشوفوا العجب في مساله المهدي وغيره، فبالتالي هذا يظلوش يسالونا في المهدي وقربوا. وبعد وبعض الناس عم بيقول لهم خرسنتين ولا ثلاث. وبما ايش قصدك العجب؟ لما بيشوفوا العجب في تطبيق الاسلام لا هو ابتداء اصلا انه موجود عندنا النبوءات حول المهدي وشكله والجيش اللي يخسف فيه وبتيجي بالتطبق ومكان الخسف والتفاصيل هاي كلها، ثم اقبال الناس عليه واعطاء البيعه له من كل الامم المؤمنه. طب هذا كله بشوف بيكون مرئي للبشر. طب هم الناس الان تسلم، كيف لما تاتي انتصارات ساحقه في 2022 فرضا، احنا ما قلناش 100%، تمام. شوف شو ممكن يدخل الاسلام كممهد قبل ما يجي المهدي، تمام، في امم كثيره. فهذا هو باختصار، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.